السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم مره اخرى. اليوم ان شاء الله راح يكون موعدنا مع منحه ممتازه. هذه المنحه في بلد يمتاز في جوده التعليم، اضف الى ذلك انه هذا البلد بامكان الحصول على الجنسيه من عنده في اقصر وقت ممكن. بدايه تحصل على الاقامه الدائميه، بعدين تحصل الجنسيه. تمام. هذه المنحه انا حاليا دا ابحث البيانات الموجوده، اشوف شنو المعطيات، شنو الاختصاصات المتوفره، اهيئها على شكل مختصر مثل ما عودتكم انه يكون على الموقع الالكتروني الخاص بي. الموقع الالكتروني دائما زوروه شباب، احيانا ما يصير لي وقت انه اعلن او اسوي فيديوهات عن منح معينه، بس هذه المنح تكون موجوده في الموقع، ادعوكم دائما لزيارته. الموقع مثل ما قلت لكم عفوا، بدروس مجانيه، اللي يحب يسجل في دورات معينه، يحب يتواصل ويانا من اجل انه نقيم له فد دوره معينه، فان شاء الله هذا يكون موجود على الموقع. على كل حال ما اطول عليكم، اليوم ان شاء الله راح اكمل تصوير الحلقه وساعة 12 تقريبا او اقل، احاول جهد الامكان انه تكون يكون الفيديو موجود على اليوتيوب. فلا تنسون تشتركون بالقناة وتدعمونا من خلال تفاعلكم في الفيديو، وشاركون هذه المعلومات حتى تعم الفائدة. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو، في امان الله، باي باي.